يسعد صباحكم أعزائنا المشاهدين، ورمضان كريم عليكم، أعد عليكم إن شاء الله بصحة والخير والسلام. لا توجد نصيحة بالنسبة لمرضى القلب بما يخص الصيام، لأنه كل مريض قلب هو مريض مستقل عن المريض الآخر، وكل مريض يجب دراسته بصفة مستقلة ودراسة عوامل الخطورة وحالته المرضية بشكل خاص. فالنصيحة بتكون حسب المريض وحسب طبيبه المعالج أو المتابع له. طبعا ما في ممنوع بالمطلق ولا في شيء مسموح بشكل كامل، كل مريض يتم دراسته ويتم تقييم حالته ويتم تقييم وظيفة العضلة القلبية ويتم تقييم عوامل الخطورة المتعلقة فيه بشكل مستقل، ومن بعدها يتم اتخاذ القرار هل من الممكن أن يصوم أم لا. طبعا الصيام بالعموم هو حالة مفيدة وحالة بتحسن من وظيفة العضلة القلبية وبتحسن من تحمل الشخص وبتحسن من العلامات الحيوية له وبتحسن حتى من العلامات المخبرية للمريض. فالصيام لفترة قد تتراوح حتى 12 ساعة قد تكون مفيدة جدا للجسم إذا كان المريض قادر على تحمل هذه الساعات من الصيام. بالعموم هالساعات من الصيام قادرة على إذابة الشحوم وقادرة على إذابة الدهون التي تكون مترسبة في جدران الأوعية الدموية. فمثل ما بنعرف انه يعني حوالي 10% من انتاج الدورة الدموية بيروح لجهاز الهضم، فنحن بهالفترة من الصيام بيكون جهاز الهضم مرتاح بشكل كامل. ثاني شيء انه هالفترة الصيام بتساعد على تخفيف الوزن، وتخفيف الوزن بيساعد على ضبط الشحوم والكوليسترول، وبالتالي تحسين نتاج العضلة القلبية وتحسين وظيفة العضلة القلبية، وبالتالي الانقاص من الإصابات الإكليلية. هاي نظرة عامة بالنسبة للصيام، ولكن كل مريض مثل ما حكينا انه له حاله خاصه او له وضع خاص. طبعا بالعموم مرضى القلب غير ممنوعين من الصيام، ولكن مع بعض المحاذير. المرضى القلب القادرين على الصيام هن المرضى المستقرين، او اللي بيكون عندهم مثلا نقص تروية قلبية مستقر وعم بياخذ العلاج الدوائي الكامل وعلاماته الحيويه مستقره، فهذا في امكانيه انه يصوم. مرضى نقص التروية القلبية كمان المستقرين قادرين على الصيام، المرضى المتحملين للصيام كمان ما في أي مشكلة، المرضى اللي ممكن ننسق أدويتهم بحيث يتاخذ مع وجبات السحور والإفطار ما في أي مشكلة بالصيام عندهم. فيما عدا ذلك ممكن ناخذ المريض ندرسه بشكل خاص، أما بالعموم ممكن المريض اللي عنده هالموجودات هي ممكن يكون قادر على الصيام بشكل آمن وسليم، حتى ممكن يكون الصيام مفيد له.